السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم على الفيو ليفل، الاكسترنال ليفل او الريبورتنج ليفل. في ناس ليها اسامي كتير جدا اللير دي، وهي اللير دي هي الكريمه بتاعت الداتا بيز. يعني كلنا، يعني خلينا نقول اللير دي هي كل المجهود اللي الناس بتبذله في حياتها، يعني في حياتها تقريبا، يعني عشان اللير دي تبقى ساتسفايد، نقدر اللير دي تكون دايناميك، نقدر نبني ريبورتنج، نعرف نعبر عن الداتا، نقدر نكسبلور الداتا بتاعتنا. اللير دي هي اهم ليه؟ يعني انت لو عامل داتابيز قويه جدا وعامل موديل قوي جدا بس مش عارف تعرض الداتا دي، ملهاش اي لازمه يعني. طيب اللير دي هي، خلينا نقول هي الهايست ليفل او الاكسترنال ليفل او لوجيكال ليير زي ما قلنا. طب اللير دي بتعمل ايه؟ هي بتفيو الداتا. يعني احنا قلنا ايه؟ هاو الفيزيكال لير، هاو. طب اللوجيكال وات؟ هنا فيو وات داتا ستورز. هنا هي بتفيو الستور داتا، يعني هنا هاو وات، وهنا الفيو بس، هي بتفيو الداتا دي. حلو؟ طيب بعد كده ايه تاني؟ اللي قلنا اللي هي الديزاين فور ا كاتيجوري اوف يوزر. يعني خلينا نقول انا عندي تيليكوم كمباني، اوكي؟ تيليكوم كمباني دي فيها مثلا سيلز وماركتنج وريتيلز، حاجات كتير جدا. حلو؟ طيب انا ممكن يبقى عندي فيو لاير مسؤوله عن الماركتنج تيم، وداشبورد مسؤوله عن الماركتنج تيم. دي ليه؟ عشان هي بالديزاين ليها، وليها كاتيجوريز معين، وليها فيوز معينه وكولمز معينه، وهي بالديزاين بالشكل ده. وهنتكلم عليها بعدين، نيجي بعد داتا مارس وايه الفرق بين فيو لير وداتا مارس، وهنتكلم عليها دي بعدين، اوكي؟ طيب حاجه ثانيه، احنا اللير دي هي الفاينل انترفيس فور ذا يوزر. يعني بيبقى عندها ابلكيشن او ريبورتنج لير، دي بتبقى اللير اللي بتنتراكت معاها على طول. يعني في اي تاتش في اللير دي اليوزر بيأفكتد على طول. فدايما الناس اللي بتشتغل عليها دي بيبقوا كير جدا، سواء في الكوميونيكيشن، في الاندرستاندنج، في الـ يعني هو اساسا اللير دي هي اللي بتشتكي، وهي دايما بيبقى عندها مشاكل كتير، واحنا دايما بنحاول نستفاي اللير دي. طيب الحاجه الثانيه، اللير دي احيانا يعني بنحط او بنزود او يعني بنعرض لليوزر بيزد على شويه رولز في الرولز، مش رولز، يعني مش الرول بتاعت الداتا، اقصد الرول بتاع اليوزر. فعندنا دلوقتي نفترض ان انا عندي يوزر، اليوزر ده مانجر مثلا. حلو؟ المانجر ده ممكن يكون ليه اكسس على كل الداتا. طيب لو عندي مثلا واحد انترميديت ليفل مثلا تحت المانجر، ممكن يبقاش ليه اكسس مثلا على كل الكولومز. فهي بنهايد او بنكستند الكولومز او المعلومات بيزد على الشخص اللي بيشوف الداتا او اليوزر، اوكي؟ طيب ايه تاني؟ احنا بنقول ان مش كل حتى الفيوز هي اكستند لكل يوزر. ممكن حتى في نفس التيم، مش موضوع مش ليميتد بس للكل، ممكن ريبورت كامل ما حدش بيشوفه، عشان هو ليه علاقه باوثنتيكيشن بيزد على الكاتيجوري، اوكي؟ او ساعات بيبقى في ديبارتمنت. ممكن مثلا هناخد مثال، ممكن تيليكوم كمباني يكون عندها بري بيد تيم وبوست بيد تيم. البوست بيد ما بيشوفش بري بيد انفورميشن، ولا البري بيد بيشوف بوست بيد انفورميشن، كانهم تو سيبريت انتيتيز. وخلينا نركز على الحته دي، عشان دي بعدين واحنا بنديزاين داتا هاوس هنعرف ان احنا محتاجين نعرف المعلومه دي وهتفرق معانا في ايه. طيب اكزامبل على الحته دي ايه هي؟ احنا عندنا داتابيز، الداتابيز دي فيها نفس البرودكت انفورميشن. طيب الداتابيز دي ممكن تشوف السيلز بتاعت البرودكت فور سبيسيفيك ريجن سبيسيفيك تيم. يعني نفترض انا عندي تيم بتاع سيلز، اوكي؟ كلهم بريبيد، ماشي؟ السيلز ده مسؤول عن منطقه القاهره مثلا، كل محافظه القاهره، اوكي؟ ممكن بارت من التيم مسؤول عن القاهره ما يعملش مالوش مثلا اكسس على الاسماعيليه مثلا. ليه؟ هو كل تيم ليه رولز معينه، اوكي؟ طيب الحاجه الثانيه، الانفورميشن ممكن كمان ليها علاقه بالبرودكت. يعني مثلا ممكن يبقى في واحد مسؤول عن بيع موبايلات مثلا او خطوط معينه، فالمسؤول عن الديفايس مش المفروض يعرف معلومات عن الخطوط. كل يعني ممكن تبقى كمان الرولز ليها علاقه بالبرودكت تايب. فدايما الفيو لاير دي فيها، يعني فيها اصلا تفاصيل كتير جدا، واحنا هنتكلم عليها بعدين في البيزنس كيسز واليوز كيس بتاعتنا. بس زي ما تعرف ان احنا كل شغلنا، كل الكورس ده معمول عشان ساتسفاي اللاير دي. يعني جدا قلنا هدف الكورس ده من اهدافه ان احنا اليوزر يكون مبسوط جدا. اليوزر ده هنا، خد بالك، اليوزر هنا مين؟ اليوزر هنا هو البيزنس اللي بياخد معلومه منك. اتمنى نكون وضحنا الداتا ابستراكشن لاير. احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن ايه هي الفيو لاير، اتكلمنا ان هي الهايست لاير، اتكلمنا ان هي مسؤوله ان هي بتفيو الداتا، ومسؤوله ان هي، وقلنا ان فيها جزء كبير ليه علاقه بالاوثنتيكيشن، بيزد على الداتا، بيزد على الرو، بيزد على الكولوم تايبس، كل الكلام ده. احنا كده خلصنا الداتا ابستراكشن، اتمنى تكون وضحت. لو عندكم اي سؤال اسالوه في الديسكشن فورم.
ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على ازاي لو عندنا بروبلم ازاي نقدر ان احنا نفكر فيها في السلوشن بتاع البروبلم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.